الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعيني. اليوم بالنسبة لموضوع قدوم وفد من السفارة العراقية إلى محافظة سامسون، تعرفون العدد مكتمل حسب يعني ما وردنا من الأنباء. بنفس الوقت أنه رابط التسجيل على المواعيد متوقف، لكن راح يستلمون المعاملات. اي واحد عنده معامله بخصوص شهاده الحياه او بخصوص الوكالات راح يستلمون المعاملات من عندكم، طبعا رقم التليفون راح ياخذوه من عندكم، هم يتصلون بكم حتى تكون الاستلام، يعني موعد الاستلام ما تكون. فعادي اطمئنوا انه حتى اللي ما مسجل عن طريق الرابط راح يستلمون من عنده المعامله. هذا حبيت انوه عليه لكل الموجودين في محافظه سامسون من الجاليه العراقيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.